القوات الجوية الأمريكية عبر قيادتها للقوات المتنقلة بشأن عملياتها وطائراتها للنقل العسكري وطائراتها البترولية الطائرة لدعم المقاتلات جوا ترسل تقريرا سرب أخيرا وهو المؤرخ في الأول من فبراير 2023. يرى الجنرال مايك مينيهان الذي تسلم التهيئة للحرب ضد الصين في 2025 أن أمريكا بكامل الاستعداد الآن لمثل هذه الحرب انطلاقا من قيادة الجو المتحركة Air Mobility Command، لأول مرة الطيارون الأمريكيون بالآن أربعة للدفاع عن أنفسهم، وأي حرب ضد الصين في المحيط الهادي ستكون هذه القيادة هي الأكثر تعرضا للخسائر مع عدد محدود من المطارات التي ستصبح أهدافا للصواريخ الصينية، ومع طيران الدعم أو الخزانات البترولية الطائرة ستكون هناك قدرة على إعطاء حياة للطائرات المقاتلة المغيرة، وسيكون هناك في 3 أسابيع استخدام أمريكي 5000 صاروخ اعتراضي و 4000 صاروخ اعتراض جوي AGM-158 و500 من صواريخ توم هوك. وقد يخسر الأمريكيون 40% من سلاحهم الجوي بشكل كامل، حوالي نصف من سلاحهم الجوي، وهو ما يتطلب عقدا بالكامل لاستعادة القوة الأمريكية الحالية 10 سنوات قادمة حوالي 2033. يقول الجنرال في موضوع فبراير 2023 توصيات للاستعداد نحو الحرب أو المواجهة القادمة أو الاستعداد للحرب القادمة. الشيء الأساسي الذي يعتمد عليه أن الرئيس الصيني بعد أكتوبر 2022 لديه ما سماه الضوء الأخضر لحرب، والانتخابات الرئاسية في تايوان في 2024 والتي ستعطي الصين العلة لاندلاع الحرب. لقد قمنا في 2022 بتأسيس النصر، بتأسيس الانتصار، و2023 قمنا بأجراءته أو سنقوم بأجراءته. وانظروا إلى قوة كارلستون وهذا الذي قامت به في يناير 2023. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الأمر الآن أصبح واضحا ورسميا باتجاه الحرب ضد الصين. الصين لم تعد إلا مسألة وقت، وأن استدامة الحرب في روسيا مع أوكرانيا ومع أوروبا سيمنع الحرب ضد الصين، ولذلك الصين يجب أو من الآن يتستثمر في الحرب الروسية الأوروبية أو الغربية، لأن هذا سيمنع بشكل أوتوماتيكي أي حرب أخرى، وهذا سيعطي تغييرا كاملا في البحر، بحر الصين من جهة، وأيضا الوصول إلى ضبط هذه المنطقة الهندوهادي. إذا الهندوهادي أو المنطقة الأندو باسيفيك سيكون لها شأن لأنها الحاسمة في آخر الأحادية القطبية، آخر ما ستعيشه الأحادية القطبية ستعيشه في هذه المنطقة الهندوهادية. واليوم المسألة تتعلق أولا بجر الهندي جهد الإمكان إلى جانب روسيا في هذه المرحلة عبر الغاز عبر النفط عبر الدعم، كل شيء موجه نحو الهند من أجل ألا تكون أمريكية، ألا تكون قاعدة متقدمة لا ضد روسيا ولا ضد الصين. لذلك فمحاولة تحييد الهند هو أهم ما يريده الصيني والروسي في هذه المرحلة. كذلك بالنسبة للحرب الطويلة الأمدي في أوكرانيا، هذا يعتبر جزءا رئيسا من منع الحرب ضد الصين، ولذلك فما ستستفيد منه الصين سيكون له ما بعده بكل تأكيد مع الروس، وهذا الذي يجب تدقيقه بشكل عال جدا. إذن أمامنا هذا التصور الاستثنائي شديد الأهمية بخصوص ما يجري الآن، لأن هناك بالنسبة للصين هناك ترتيب آخر. هذا الترتيب يبدأ بالأساس من الحرب القادمة ضد تايوان، ومن الآن يستعد الصينيون لذلك، لأن في 2022 هذه السنة سلمت قيادة الحرب للرئيس الحالي للصين، لم يعد هناك إشكال حول هذا الموضوع.
ثانيا الانتخابات التايوانية في 2024 ستكون العلة والسبب في اجتياح تايوان. لماذا؟ لأن نفس العملية كانت في 2014 مع أوكرانيا. الأمر بدأ في 2014، كان هذا هو المبرر الأساسي لأخذ القرم، وبعدها مباشرة أصبحت التطورات إلى حدود حرب 2022. في الاتجاه الآخر سنجد 2024. في العشر سنوات هذه كل شيء تغير، وهذا هو الواقع ما بين 2014 و2024. هذه المرحلة هي التي قضت فيها أمريكا آخر مراحل الأحادية القطبية، وهذا هو الأمر الناجز الآن. لذلك فالصين يجب أن تستثمر بشكل أكبر في إرادة القتال. أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الأمر هناك قومي لأن منطقة تتحدث الروسية، ثانيا أن هذا يعود إلى مخيال الاتحاد السوفيتي، أيضا القوى الروسية، الكنيسة التي هي داعمة قوية جدا لمثل هذه الحرب، الكنيسة الأرثوذكسية، كل هذا يخدم بشكل كبير بوتين، أيضا بالنسبة للصين الواحدة إلى آخر مع تايوان. لكن إرادة القتال الأمريكية هنا يطرح سؤال كبير وخطير جدا، هذا ما يطرحه أكثر من جنرال. ما إرادة القتال عندما يذهب الأمريكي هذه المرة إلى تايوان عوض أن تكون فيتنام؟ إذن هل تستطيع الآن أمريكا أن تخوض حربا فيتنام ثانية؟ هذا هو الشيء المؤكد. لكن هذه فيتنام مع قوة نووية، مع قوة بشرية هائلة، يمكن من خلالها أن نجد على الأقل بالنسبة للأمريكي، إن خسرت أمريكا أمريكي فليس كالصين إن خسرت صيني. هذا على المستوى الكمي، المستوى الكيفي أيضا. فالأمر بالنسبة للصين يتعلق بوطنية، ويتعلق ب جزء من وطن وحسم لقيادة العالم، لأن كيف يمكن الاقتصاد وصل إلى الدرجة الثانية ألا يحسم القضية مع تايوان؟ ما هي القوة وما جدوى هذه القوة إن لم تصبح الصين واحدة؟ ما فائدة هذا النووي وغير النووي وهذا الجيش كله وبهذه الملايين وتايوان تحت درس أمريكا؟ إذا أمامنا هذا التصور الواضح بالنسبة لا للروس ولا أيضا للصين. انظروا مثلا إلى الروسي عندما كان يقاتل في كييف، هل يقاتل مثل الذي يقاتل الآن في باخموت أو في غيرها من مناطق دونباس؟ الأمر يختلف، لأن دونباس يعتقد أنهم ظلموا، أن هناك ظلم كان من 2014 وإلى الآن، وكل الإعلام هناك جيل كامل يعتقد بمظلومية هذه المنطقة لدونباس. لذلك فالقرم جزء من روسيا شيء منتهي. ما أخطأ فيه الغرب هو أنه ترك 2014 إلى 2023 لحسم هذه الورقة. إذن نفس القضية بالنسبة للصين، الصين لن تجد نفسها أنها القوة الثانية في العالم إلا إن حسمت أمر تايوان. وحاليا بحر الصين يصفى بشكل كامل، ومضيق تايوان تجوز كل ما كان يسطر سابقا. إذا هناك ملف كله انتهى، ملف بكامله انتهى. هذا الذي يعطينا أسلوبا آخر للقول أن إعادة تقدير الوضع حاليا شديد الأهمية إلى أبعد حد، وهذا هو الأمر المتوقع. إذا هذا التصور الذي يمكن اليوم قيادته عبر هذا الجنرال نحو حرب مع الصين أصبح ب50% من قطاع الجو. قوة الجوية لأمريكا ضد الصين ستخسر في 3 أسابيع فقط 50% من كل القوة الجوية، 40% إلى 50%. المسألة الثانية، أين الخسائر البحرية؟ حوالي 30% إلى 40%، نفس الخسائر. إن أرادت أمريكا أن تصبح بنصف قوتها ستدخل الحرب ضد الصين، وهو متوقع في 2025. إما أن تربح
الصين تايوان، وإما أن تخسر أمريكا نصف قواتها، وآنذاك يمكن البدء مرة أخرى حول قيادة العالم آنذاك. السؤال المطروح، هل ستخسر أمريكا كل هذا لتفوز أم لتخسر تايوان؟ هذا هو السؤال. وأين ستقف أمريكا في هذا الوضع؟ إذن أمامنا اشتباك صعب جدا ستكون نهاية أمريكا هناك. بالنسبة لدونباس، هو محاولة تقليل قوة أمريكا، محاولة إضعاف أمريكا، استنزاف أمريكا تماما كما يعمل الأمريكيون في استنزاف روسيا. وفي كل الأحوال الآن فإن الصين إلى جانب روسيا لأنها تعرف أن الحرب قادمة، وهي تريد أيضا أن تحسم هذا الموضوع في حدود 2025، وهي تريد أن تحسم بشكل سريع هذا الوضع. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.